وقت وشها والزحمه كانت كتير برضو، والاسعاف الحمد لله جت على طول. فالاسعاف جت فتحنا العربيه والاسعاف جت خدتها ومشيت. متعلقاتها الشخصيه، حد من اسرتها استلمها؟ ضاعت اتسرقت؟ لا اتسرقت بصراحه يعني. في وسط الزحمه دي واحنا بنرفع العربيه في ناس الدرجات دي، في ناس كده والله انا يعني انا قلت في الفيديو قبل كده ان حسبي الله ونعم الوكيل، في ناس ما عندهاش لا قلب ولا ضمير. نراها ان هي واحده ست وموقف زي ده اي حد فينا معرض ان هو لا قدر الله يحصل له. احنا ماشيين كلنا ماشيين على طريق طبعا، اللي شد السلسله منها واللي خد موبايلها والحمد لله اللي اتبقى معاها. كانت لابسه ذهب؟ كانت لا احنا ما خدتش بالك من التفاصيل دي. احنا كان كل كان هبلها والناس اللي كانوا واقفين ان احنا نرفع العربيه. الموبايل طبعا اكيد اتسرق. هو الحاجه الوحيده اللي فضلت معاها كان لابسه شنطه كروس وليه اللي لقينا فيها لا الرخصه. البطاقه كانت في حاجه تانية اكيد، اللي دي الحاجه الوحيده اللي قابل الشرطه لقاها.